عشان نوع. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سوءه الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المسلم. الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطر. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القائمين على هذه الرحلة كل أبناء ذراحن الذي شاركوا وساهموا، والهدف من هذه الرحلة هو إلى الجانب الترفيهي هو التعارف والتآلف بين الأطفال. نشكر اللجنة المنظمة لكرنفال الذراحن الذي هذه السنة كان مختلف ومنظم بالتنظيم غير عادي، فأشكر كل من ساهم وكل من حضر وكل من سواء في الكواليس أو على اللقاء السنوي لأبناء الذراحن. هو الرسالة منه والغرض الأساسي الاستمرار في مشاريع الخير في صندوق الذراحن الخيري، دعم صندوق الذراحن الخيري. هذا في الدرجة الأولى. كيف دعم الصندوق الخيري؟ دعم الصندوق الخيري من خلال وحدة أبناء الذراحن في أمريكا، وحدة الأعضاء الذي ساهموا للصندوق للمشاريع الخيرية لأبنائهم وأخوانهم لأهلهم وأقربائهم المحتاجين في اليمن. هذه الرحلة بدأت قبل أكثر من 15 سنة. اللقاء دائما إحنا وأولادنا في انتظار هذا اليوم، يعني نعيش على أمل نلتقي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العام وهذا اللقاء كل سنة وأعوام قادمة إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة. يعني هكذا، وإن شاء الله أن الغرض من هذه الرحلة تم بنجاح هذه السنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم يستمروا في اللقاء الأخوي وفي التجمع الأخوي كل سنة. وشكرا لك أخي. ندعو إليها كذلك تواجد الأطفال واستماعهم للقرآن وأيضا المشاركة في الصلوات في جماعة. نحن نهدف إلى أن يتمسكوا، نحن نرسم صورة واضحة للأطفال أنهم يجب أن يكونوا مع القرآن وأن يدوروا حيثما دار القرآن.